المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. في هذا الباب بيان أن من تعظيم الله عز وجل أن يقنع المسلم ويرضى إذا حلف له بالله. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن من حلف له بالله فليرضى. فمن كان يعظم الله عز وجل وفي قلبه التوحيد الواجب، فإنه إذا حلف له رجل يغلب على الظن صدقه، فإن من تعظيمه لله أن يصدقه وأن يرضى بما قال. أما من كان التوحيد في قلبه ضعيفاً فإنه لا يبالي، وإن حلف له بالله فإنه لا يرضى. ولكن لا بد أن يكون ذلك الحالف موضع صدق وثقة. أما إذا كان يغلب على الظن كذبه فإنه لا يجب تصديقه أو الرضا بما يقول. ولهذا في حديث القسامة لما قتل عبد الله بن سهل في أرض اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأوليائه: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، يعني يحلف 50 منهم على أنهم ما قتلوا ولا علموا. فقالوا أي أصحاب أولياء الدم: كيف نرضى بقوم كفار؟ نعم. فلما قالوا هذا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذن المراد من قوله في الرضا والقناعة بمن حلف له بالله، إذا كان الحالف موضع صدق وثقة فيجب تصديقه والرضا بما يقول. أما من الناحية الشرعية، وذلك إذا كان ذلك في باب الحكم، كأن يحكم الحاكم على المنكر اليمين، فإنه يجب على الشخص وجوبا أن يرضى بما يقول. كما هو معلوم أن البينة على المدعي، فإن لم يكن عند المدعي بينة فعلى المنكر اليمين، وعلى المدعي أن يرضى بما يحلف به المنكر، بما يحلف به نعم المنكر. إذن من تعظيم الله ومن دلائل وجود التوحيد في القلب أن المسلم يرضى بمن حلف له بالله. ثم ذكر هذا الحديث: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغريل في غيره. لا تحلفوا بآبائكم، فيه تحريم الحلف بالآباء، لأن الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله. من حلف بالله فليصدق، يجب عليه أن يصدق، ويجب الصدق ولو في غير الحلف. إذا أخبر الشخص بخبر يتحرى الصدق، ثم إذا أراد أن يحلف يكون تحريه للصدق أكثر وأكثر. نعم. وعكس هذا ما تقدم معنا، وهو اليمين الغموس، أن يحلف الشخص بالله كاذبا، فهذا من كبائر الذنوب. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا هو الشاهد، أن من حلف له بالله على شيء فيجب عليه أن يرضى، وعلى التفصيل السابق. وقوله: ومن لم يرضى فليس من الله، يعني أن الله يتبرأ منه، وهذا يدل على أن عدم الرضا
من الكبائر، وهذا كما تقدم فيما يجب على الشخص أن يرضى به. أما إذا كان هذا المخبر أو المتكلم يغلب على الظن كذبه فلا يجب تصديقه والرضا بما يقول. قال الشيخ: باب قول ما شاء الله وشئت. هذا الباب قد تقدم معناه، وهو أن قول الرجل ما شاء الله وشئت هذا اللفظ شركي، لأنه يسوي مشيئة الله بمشيئة المخلوق. فإن قال هذا من غير اعتقاد، يعني لا يعتقد أن مشيئة المخلوق مثل مشيئة الله، فلا يكون هذا شركا أكبر، بل يكون شركا أصغر، وهو من شرك الألفاظ. أما إذا كان يعتقد أن مشيئة المخلوق تنفذ كنفوذ مشيئة الله فهذا شرك أكبر. إذن قول ما شاء الله وشئت ينافي التوحيد، إن كان بالاعتقاد ينافي التوحيد من أصله، وإن كان من غير اعتقاد فهو ينافي كمال التوحيد الواجب. إن كان من غير اعتقاد، كلمة تجري على اللسان من غير اعتقاد فإنه ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن ذلك من الشرك الأصغر. قال الشيخ رحمه الله: عن قتيلة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، صححه أيضا الشيخ الألباني والشيخ مقبل في الصحيح المسند. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، يعني أن هذا اليهودي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعيب على المسلمين قولا يقولونه، وهو قولهم ما شاء الله وشئت، وقولهم والكعبة، أي الحلف بالكعبة. وهذا اليهودي ما جاء ناصحا، وإنما جاء معيبا معيرا، أراد أن يبين بعض الأخطاء، يشنع على المسلمين. ومع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا منه، ودعا الصحابة رضي الله عنهم، أي من يقولونها منهم، إلى أن يصححوا هذه الألفاظ. وهذا يقوله من كان حديث عهد بإسلام أو لم يبلغه الحكم، لأن بعضهم تعود الحلف بغير الله في الجاهلية، فلما يكون حديث عهد بإسلام قد تجري هذه الكلمة على لسانه. فجاء اليهودي مشنعاً على الرسول صلى الله عليه وسلم أن أصحابه بعضهم يقول ما شاء الله وشئت، ويقول بعضهم والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، بدلاً من أن يقولوا والكعبة، لأن الكعبة مخلوقة، وإن كانت من أشرف البقاع وأحبها عند المسلم وعند الله تعالى، لكن لا يجوز الحلف بها، لأن الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، والكعبة مخلوقة، فلا يجوز الحلف بالكعبة، ولكن يقول ورب الكعبة. قال: وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أي لا يقول ما شاء الله وشئت، لأن فيه التسوية. والشاهد الحديث واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن قول ما شاء الله وشئت. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا اليهودي ما قال، لأن اليهودي أنكر خطأ موجودا وكان صادقا فيما قال. فلهذا لو أنكر عليك شخص، ولو كان هذا الشخص عدو لك أو كان حتى مبتدع أو كافر، أنكر خطأ موجودا فيك، فيجب عليك أن تصحح الخطأ. وإن قاله هذا على سبيل التعيير أو
التشويه لك يجب عليك أن تصحح الخطأ، لأن الحق يقبل لذاته بغض النظر عن المتكلم به. وهذا لا يعني قبول الحق من اليهود، يعني الدراسة عند الأعداء اليهود أو النصارى أو المبتدعين، لا، قبول الحق شيء وطلب العلم على أيديهم شيء آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا اليهودي عنده حق اذهبوا تعلموا منه، لا، إنما قبل هذا الحق الذي تكلم به، ولا معلوم أنه لا يجوز الجلوس مع هؤلاء المخالفين سواء كانوا كفارا أو مبتدعين. فلا بد أن نفرق بين هذين الأمرين، بين قبول الحق من المخالف وبين طلب العلم عنده. قبول الحق منه إذا سمعنا أن فلانا من المخالفين يتكلم بشيء من الحق فنقول صدق فيما قال، خذوا هذا الحق النصيحة منه اعتبروها، والدراسة أن تذهب إليه وتجلس إليه وتسترشده وتستنصحه، هذا لا يجوز لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي لا تخفى، فمنها تكثير سواد هذا المبتدع، ومنها إعجاب المبتدع بنفسه، فلما يرى أن من أهل السنة من يأتي إليه يزداد تمسكا ببدعته. ومن ذلك أيضا أن هذا سبب لأن يتأثر الشخص بهذا المبتدع، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس قد يقول هجر المخالف إنما يكون إذا كان إذا كان في هجره مصلحة، أما أنا قال ما أرى في هجره مصلحة فأذهب إليه وأجلس معه وأدرس عنده. يقال من هذه المصالح أن تسلم قلبك وتحفظه من الشبهة، فهنالك مصلحة تتعلق بالهاجر نفسه أن يعصم قلبه من الفتنة ومن أسباب الفتنة والشبهات، هذا أولا، وثانيا مصلحة تعود إلى المهجور نفسه المخالف هذا، أنه يرتدع ويراجع نفسه ويحاسب نفسه إذا رأى أن أهل السنة يهجرونه. نعم، مصلحة ثالثة تعود إلى عامة الناس، فإن الناس إذا رأوا أهل السنة هجروا هذا المخالف يسألون لماذا هجرتموه، يقال لأن عنده أخطاء، لأنه خالف الحق. ففي هذا مصالح عظيمة، أي في هجر المبتدع أو من تعصب لباطل، مصلحة للهاجر نفسه بأن يعصم قلبه من الفتنة ومن أسباب الشبهات. وكم من شخص جالس المبتدعة وأهل الباطل ويقول أنا علم بما أعرف ما عندهم من الخطأ، لكن أريد أتعلم منهم كذا كذا من العلوم، فما هي إلا أيام يسيرة وإذا به يدافع عنهم ويعد نفسه واحدا منهم. وهذا له أمثلة كثيرة من زمن السلف إلى اليوم، أن من جالس جانس، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله. ومصلحة للهاجر نفسه، للمهجور نفسه، أنه يحاسب نفسه ويراجع الأخطاء التي وقع فيها لما يرى أن أهل السنة يحذرون منه. ومصلحة أخرى لعامة الناس والجهلة، فإنهم إذا عرفوا أن الناصحين تركوه يقولون هؤلاء ما تركوه إلا لأن عنده أخطاء، فإما أن يراجعوه وإما أن يتركوه. فلا بد من مراعاة هذه المصالح، ولا ينبغي أن تقصر المصلحة على مصلحة الاجتماع فقط، ويهمل هذه المصالح العظيمة المتحققة بهجر أهل البدع والمتعصبين للباطل. فنفرق بين قبول الحق من المخالف وبين الدراسة عنده. فقبول الحق حتى من اليهود والدراسة عند المخالف لا تجوز. قال وله أيضا، أي النسائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، أو قال قل ما شاء الله وحده، عندكم قل بل قل، نعم. والشاهد في هذا الحديث أيضا ظاهر، فالرجل قال ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بادر بالإنكار
وفي هذا وجوب إنكار المنكر، وإن كان المنكر يتعلق بتعظيم الناصح نفسه، ما قال هذا يعني يمدحني أو هذا يطريني مدحا، بل لما رأى قولا وإن كان يتعلق به يجب الإنكار. نعم، أجعلتني لله ندا، وفيه أيضا سرعة المبادرة إلى إنكار المنكر، لا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، ترى الخطأ موجودا لا تؤخر النصيحة، ابذلها بالكلمة الحسنة والموعظة الطيبة حتى يرتدع الناصح، أو على الأقل حتى تبرأ ذمتك أنت. نعم، وفي هذا اللفظ نوع من الشدة على هذا المخطئ، أجعلتني لله ندا، نعم أنكر عليه بهذا الأسلوب، ففيه أن النصيحة قد تقتضي نوعا من الشدة، وأن الشدة في موضعها ليست بمذمومة، بل أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشدة في موضعها ووضع اللين في موضعه. نعم، الأصل في الدعوة أن تكون بلين ورفق، لكن قد يأتي في بعض المقامات ما يستدعي الشدة والغلظة في الإنكار. قل ما شاء الله وحده. نعم، وأنكر عليه قوله ما شاء الله وشئت، فكيف لو سمع ألفاظا شركية كما نسمعها من الصوفية وممن يزعم أنه يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخاطبه كأنه يخاطب الله ويناديه نداءات لا يجوز أن يدعى بها إلا الله عز وجل، هذا من باب أولى أنه يجب الإنكار منه حتى وإن أراد مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولابن ماجه عن أبي عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، أي رأى في منامه، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى. نعم، قوله رأيت أي رؤيا منامية، كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم، أي أنتم نعم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، أي أخبر بعض الصحابة، ثم أتيت النبي رحمك الله، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، أي هذه الرؤيا. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا أي هذا الصحابي، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، يعني كان هنالك بعض الأسباب التي منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يبادر بالنهي عنها. قال بعضهم لعل الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي من الله يأمره بأن ينكر هذه اللفظة التي يقولونها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر الباطل ولا أن يقر منكرا يسمعه، فإن أخر هذا فلسبب ومصلحة شرعية، من ذلك انتظار الوحي من الله عز وجل، فهو صلى الله عليه وسلم يقول قل إنما، نعم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فهو يتبع أمر ربه سبحانه وتعالى، فليس في هذا جواز تأخير إنكار المنكر إذا وجد المقتضي.
قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولعل من الأسباب هذه الرؤيا التي جعلته ينكر صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاستئناس بالرؤيا الصالحة، فإن رؤيا المؤمن الصالحة بشارة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، ولكن بشرط أن تكون الرؤيا صالحة. قال العلماء كابن القيم وغيره: على قدر صدق الرجل في اليقظة تصدق رؤياه في المنام. إن كان الرجل عادته الصدق وملتزم بالصدق وأقواله وأفعاله موافقة للصدق، فإن هذا لا تكاد رؤياه تخطئ. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. فمن علامات الساعة صدق رؤيا المؤمن، كلما رأى رؤيا تقع كما رآها. قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء في شرح هذا الحديث: لأنه في آخر الزمان تكثر الفتن، والمؤمن قد لا يجد من يعينه ويكون سبباً في تسلية قلبه على الإيمان والثبات، فيجعل الله الرؤيا سبباً لتثبيته على الإيمان. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال الشيخ رحمه الله في المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله نداً، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. هذا من شعر البصيري في قصيدته المسمى بالبردة والبيتين بعده: فإن من جودك الدنيا وضر، نعم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال الشيخ رحمه الله في المسألة الثالثة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. فكانت هذه الرؤيا سبباً في أن ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس. قال الشيخ رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر ينافي التوحيد، إما أن ينافي التوحيد من أصله وذلك إذا كان شركاً أكبر، أو ينافي كمال التوحيد الواجب وذلك إذا كان شركاً أصغر. والسب معناه الشتم والتقبيح. وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل الذي يفعل الشرور والمصائب، فيعتقد أن الدهر هو الفاعل، فهذا شرك أكبر، لأنه جعل الدهر شريكاً لله عز وجل. والدهر المراد به الليل والنهار، الدهر هو الزمان وهو الليل والنهار. فإذا سبه على أنه هو الفاعل الذي فعل الشر والمصيبة فهذا شرك أكبر، لأنه جعل شريكاً مع الله تعالى. نعم. القسم الثاني أن يسب الدهر لا لأنه الفاعل، ولكن لأن المصيبة وقعت فيه أو الشر وقع فيه، فيقول: قبح الله هذا الزمان، قبح الله هذا اليوم، حصل فيه كذا وكذا. نعم، فهذا محرم، لا يجوز ولا يكون شركاً أكبر. ولماذا هو محرم؟ لأن الدهر ليس بفاعل، فالدهر إنما هو الظرف الذي وقع فيه هذا الفعل، وأما المصيبة فإن الذي قدرها هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن سب الدهر سفه في العقل،
كيف يسب الدهر وهو ليس بفاعل؟ ليس له من الأمر شيء، إنما هو الزمان والوقت والليل والنهار، فكيف يوجه السب واللوم إليه؟ وهذا يجري كثيرا على ألسنة الشعراء، فكثيرا ما يسبون الدهر وينسبون الأفعال إليه، إما أفعال الخير أو أفعال الشر، كقول بعضهم: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وكثيرا في أشعارهم وفي كلمات كثير من جهلة المسلمين ينسبون الحوادث إلى الدهر أو الزمان، فهذا لا يجوز. القسم الثالث: ألا يريد باللفظ السب، وإنما يريد مجرد الخبر، كأن يقول: تعبنا من حر هذا اليوم، وأن يقول: هذا يوم شديد عصيب، أصابنا فيه كذا وكذا من المصائب. هذا جائز، لأنه من باب الإخبار، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي شديدة. وقال سبحانه: في يوم نحس مستمر، نحس أي وقع فيه نحس عليهم، أي شر عليهم. فهذا من باب الإخبار لا من باب السب، فيجوز. وقول الملائكة، قول لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب، فهذا من باب الإخبار يجوز. ما ورد في هذا الحديث القدسي وهو ثابت في الصحيحين، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، لأنه لما يسب الدهر، حقيقة سبه للدهر الاعتراض على قضاء الله وقدره، لأن الذي قدر المصائب والشرور هو الله عز وجل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فعاد السب إلى الله لا إلى الدهر فقط. نعم، يسب الدهر. قوله: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر هو الليل والنهار. قوله أنا الدهر ليس المعنى أني أنا الليل والنهار، لأن الليل والنهار هو الزمان، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فالذي يقلب الدهر هو الله. أقلب الليل والنهار يعني أقلب الدهر. فهل يمكن أن يكون المقلب هو المقلب؟ هل يمكن أن يكون الفاعل هو المفعول؟ لا يمكن هذا. فهذا معلوم بالضرورة أن الله ليس هو الدهر الذي هو الزمان الليل والنهار. فقوله وأنا الدهر على تقدير وأنا مقلب الدهر. قد يقول الأشاعرة: أنتم لا تتأولون الأدلة، فلماذا تأولتم هذا الحديث وأنا الدهر؟ نقول: التأويل إذا كان لدليل فإنه جائز، فقد دل الدليل وهو قوله أقلب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار، واضح؟ ومن أمثلة التأويل الجائز الذي دلت عليه قرينة قول الله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله يعني يوم القيامة. قوله أتى أمر الله المعنى سيأتي أمر الله. لماذا صرفتم اللفظ عن ظاهره؟ الجواب بقرينة فلا تستعجلوا، يعني أنه ما قد أتى، لا تستعجلوا. كذلك قوله وأنا الدهر أي وأنا مقلب الدهر بقرينة قوله أقلب الليل والنهار. وأيضا الرواية الأخرى: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يحمل على هذا المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم، فيه إثبات الأذية لله عز وجل وأن الله يتأذى، لكن الأذية لا يلزم منها الضرر، فرق بين الأذية والضرر. نعم، فالمسلم يتأذى إذا شم رائحة كريهة، لكن هذه الرائحة قد لا تضره، واضح؟ فالله أثبت الأذية ونفى الضرر. إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن لا يستطيع أحد
أن يلحق الضرر بالله عز وجل، بل إن الله أجل وأعظم من أن يلحقه ضرر سبحانه وتعالى. والأذية لا يلزم منها الضرر. وهذه عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة، إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنثبت أن الله يتأذى ويحصل له الأذى، لكنه أذى من غير نقص. لما يرى عباده يفعلون الشر والمنكر والفواحش ويسبون الدهر وغير ذلك، يتأذى عز وجل أذى لا يلزم منه نقص ولا يلحقه به ضرر. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة المضطردة، إثبات جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه على الوجه الذي يليق به سبحانه. ويجب أن يعلم أيضاً أن الدهر ليس من أسماء الله، وذهب بعض العلماء كنعيم بن حماد شيخ البخاري إلى أن الدهر من أسماء الله، لكن لم يرد بالدهر هو الليل والنهار، قال الدهر معناه القديم الأزلي، بمعنى ما يرادف معنى الأول، الأول الذي ليس قبله شيء. فسمى الله الدهر بناء على هذا الحديث، فإن الله هو الدهر أو وأنا الدهر، وفسر الدهر بماذا؟ بالقديم الأزلي الذي يرادف معنى الأول. والقول الآخر قول جماهير أهل السنة من التابعين من المتقدمين والمتأخرين أن الدهر ليس من أسماء الله لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الدهر لا يصلح تفسيره بالقديم الأزلي، بل الدهر هو الليل والنهار، وليس في لغة العرب إطلاق الدهر على القديم الأزلي، فهذا التفسير خطأ، هذا واحد. وثانيا أن الدهر اسم جامد لا يمكن أن تشتق منه صفة، وأسماء الله عز وجل كلها أسماء حسنى. وما معنى حسنى؟ يعني تتضمن صفات، ولله الأسماء الحسنى، فكل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة عظيمة. والسؤال ما هي الصفة التي يمكن اشتقاقها من اسم الدهر؟ لا توجد صفة من صفات الكمال التي تليق بالله عز وجل. فلهذا كان القول الصحيح المعتبر أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. الصوفية أيضا يرون الدهر من أسماء الله، نعم، ومن أقوالهم يا دهر، خاطبون الله بيا دهر، وهذا القول باطل كما سمعت أو ضعيف. قال الشيخ في المسألة الرابعة من مسائل الباب أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه، يعني قد يتلفظ بلفظ فيه سب فيكون ساب وإن لم يقصده بقلبه. فهو لما يقول يسب الدهر كأنه يسب الله عز وجل وإن لم يقصد سب الله سبحانه وتعالى، نعم. وهذا يشبه ما تقدم معنا في سب الوالدين، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني أنه قد لا يقصد سب أبيه مباشرة، لكن لما سب أبا رجل لا يستحق السب يعود السب على أبيه. قال الشيخ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، نعم. قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال الشيخ قوله أخنع يعني أوضع، قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه يعني أن هذا الاسم الذي يدل على معنى ينافي كمال التوحيد لا ينبغي للمسلم أن يتسمى به،
فترك التسمي بهذا الاسم من كمال التوحيد، ترك التسمي بهذا الاسم من كمال التوحيد. وقد يكون ذلك منافيا، أي التسمي بهذا الاسم منافيا للتوحيد من أصله. ومعنى التسمي أن يسمي الشخص نفسه أو يسميه الناس فيرضى بهذا الاسم، أن يسمي نفسه أو يسميه الناس فيرضى بهذا الاسم. أما إذا سماه الناس باسم وهو لا يرضى به ولا يريده فليس عليه في هذا إثم ولا حرج. قاضي القضاة هذا الاسم يشعر بماذا؟ بما ينافي التوحيد، لأن أصل القضاء على وجه الإطلاق هذا خاص بالله عز وجل. قاضي مما يخبر به عن الله أن الله يقضي بين عباده، يقدر عليهم الأقدار ويقضي عليهم بالحوادث والشرور والخير والشر. فإطلاق قاضي القضاة يعني كأن لهذا الرجل القضاء المطلق والقضاء الكامل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قوله ونحوه، قال بعض العلماء مثل حاكم الحكام، ملك الأملاك وما أشبه ذلك. لكن لو جاءت التسمية مقيدة ببلد، كأن يقول مثلا قاضي مكة، قاضي هذه البلد، حاكم البلاد، فهذا جائز ولا بأس به. أما التسمية على وجه الإطلاق قاضي القضاة حاكم الحكام فهذا لا يجوز. وقوله إن أخنع اسم، قال الشيخ أخنع يعني أوضع وأذل وأحقر، أحقر اسم عند الله وأوضع اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك. الجزاء من جنس العمل. لما كانت هذه التسمية يريد بها العلو والفخر على الناس، ملك الأملاك حاكم الحكام، نعم جازاه الله من جنس عمله، فجعل هذا الاسم أوضع اسم وأحقر اسم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، قال لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه، شاهان شاه هذه الكلمة فارسية، ومعنى شاهان شاه بالفارسية شاهان بمعنى أملاك، وشاه بمعنى ملك، لأن في لغة الفرس تقديم المضاف إليه على المضاف، أملاك الملك بمعنى ملك الأملاك. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، ففيه النهي عن التسمي بهذا الاسم لأنه ينافي التوحيد، فإن كان يعتقد أن هذا الرجل شريكا لله كان من الشرك الأكبر، وإن كان ذلك فقط من باب التعظيم كان من الشرك الأصغر ومما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال الشيخ في المسألة الرابعة من مسائل الباب التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. يجب أن يتفطن الشخص ويتفكر ويتأمل أن سبب النهي عن التسمية بملك الأملاك إجلال الله عز وجل، أن الله لا أحد ليس له شريك، فلا ينبغي أن تجعل الأسماء التي هي خاصة بالله أن تجعل لغير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ينافي إجلال الله وتعظيمه. قال الشيخ رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام أسماء الله هذا أيضا من الأدب مع الله عز وجل، أن نحترم أسماءه سبحانه وأن لا نغير الاسم، وأن يغير الشخص اسما إذا كان يوافق اسما من أسماء الله سبحانه. هذا الباب باب احترام أسماء الله. احترام أسماء الله واجب وتعظيمها. وأسماء الله عز وجل على قسمين،
أسماء خاصة بالله لا يسمى بها إلا الله سبحانه، مثل الله، الرحمن، الخالق، الرب بالألف واللام ونحوها، فهذه الأسماء خاصة بالله لا يجوز أن يسمى غير الله بها. القسم الثاني أسماء مشتركة يسمى الله بها ويسمى بها المخلوق، مثل العزيز، السميع، البصير وما أشبه ذلك، لكن بشرط ألا يكون معنى الاسم في المخلوق يراد به معناه في الخالق. فإذا سميت رجلا بالعزيز لا يعني أنه متصف بعزة تشابه عزة الله عز وجل وتماثل عزة الله سبحانه. فإن كان الفائدة من هذه التسمية التشابه في الوصف، في كمال الوصف، فإن هذا لا يجوز. ولهذا السبب نهى النبي عليه الصلاة والسلام تكنية أبا الحكم بهذا الاسم كما سيأتي. أما إذا كان لا يراد بذلك التسمية في المماثلة في الوصف والمعنى فإنه يجوز، فيسمى الرجل بعزيز ويوصف بالسميع البصير، ومع أن الله عز وجل أيضا يوصف ويسمى بالسميع والبصير والسميع، وليس السمع والبصر والعزة في المخلوق مثل العزة والسمع والبصر في الخالق كما هو معلوم. قال وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي إذا كان الاسم يوافق اسم من أسماء الله وينافي احترام أسماء الله فيجب تغييره لأجل ذلك، أي احتراما لأسماء الله. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم، لم يقل إن الله حكم، وإنما قال إن الله هو الحكم، ذلك لأن ضمير الفصل يفيد الحصر، ضمير الفصل هو الضمير الذي يتوسط المتلازمين مبتدأ والخبر، الله الحكم مبتدأ وخبر، الله هو الحكم، فضمير الفصل هذا يفيد الحصر، يعني الحكم المطلق والكامل لله عز وجل وحده لا شريك له في ذلك. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وحكم الله سواء كان حكم قدري بتقدير الأقدار والحوادث والشرور، أو كان ذلك حكم شرعي للأمر والنهي والتشريع، أو حكم جزائي يوم القيامة بالحكم على المؤمنين بالجنة وعلى الكفار بالنار، كل هذه الأحكام خاصة بالله سبحانه. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر على هذا الرجل لماذا يكنى بأبي الحكم والله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. فقال الرجل إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، أي ما أحسن الحكم بين المتخاصمين. فما لك من ولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. حديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء، وصححه أيضا الشيخ مقبل في الجامع الصحيح. الشاهد من الحديث واضح أن الرجل تسمى بأبي الحكم، لماذا؟ للنظر إلى الصفة، يوصف بأنه يحكم بين الناس فسمي بالحكم أو بأبي الحكم، فلهذا المعنى أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان أصل التسمية بالحكم جائزة للمخلوق كما قال الله سبحانه في الزوجين المختلفين، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سمى بحكم نعم، لكن لما كان يخشى من ذلك أن يكون وسيلة إلى ماذا؟ التمثيل، تمثيل المخلوق بالخالق أو مشابهة الله عز وجل في هذه الصفة الخاصة به سبحانه، فإن الحكم الكامل لله عز وجل وحده، أو لأن هذا الاسم نظر فيه إلى الصفة، فلهذا المعنى أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام
وأمره بتغيير كنيته بأن يكنى بأبي شريح، وفيه أن الرجل يكنى بأكبر أولاده، هذا الأصل، أن يكنى بأكبر أولاده. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. وفيه أيضا نعم استحسان الحكم بين الناس، بل وجوب الحكم بين المتخاصمين إذا كان الشخص يستطيع أن يحكم بينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام استحسن ما يفعله أبو شريح من الحكم بين الناس إذا اختلف. وقوله فرضي كلا الفريقين، رضي يفيد أنه كان يحكم بينهم بالتراضي، فيرضي المتخاصمين، يعني أن هذا الحكم الذي كان يحكم به من قبيل الصلح. فرق بين الصلح والحكم، الصلح بالتراضي، وأما الحكم أو القضاء فهذا يكون بالإلزام، ولا إلزام إلا بشرع الله عز وجل. إذا أراد الحاكم أن يقضي بين الناس فلا يجوز له أن يقضي إلا بالشرع. أما الصلح فإن الصلح الأصل فيه الجواز، يصلح بمعنى يحكم بينهم بما يرضيهم، بما يرضي الطرفين من غير أن يقع في محذور شرعي. فلا صلح على إسقاط حق من حقوق الله، ولا على الوقوع في معصية الله أو ترك واجب من واجبات الله، لكن الصلح في الأمور الدنيوية فيما هو مباح يجوز هذا. وهذا الذي كان يفعله أبو شريح، لأنه قال فرضي كلا الفريقين. أما إذا كان يلزمهم بقضائه وبرأيه فهذا لا يجوز، لما يحكم بين الناس ويلزمون الناس بالقضاء الشرعي. قال الشيخ رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الهزل بمعنى المزح، الهزل بمعنى المزح والاستهزاء، إذا كان المزح فيه استهزاء، الهزل بمعنى الاستهزاء، نعم، بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل أو الاستهزاء بشيء من ذكر الله أو الرسول أو القرآن هذا ينافي التوحيد من أصله، لأن هذا من نواقض الإسلام ومن الكفر الأكبر. وما تقدم معنا في نواقض الإسلام أن من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية سبب نزولها ما سيأتي في هذا الحديث. قال: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم: دخل حديث بعضهم في بعض، أي حديث ابن عمر وحديث محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، فقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي، فوجد القرآن قد سبقه، يعني نزل القرآن يخبره بخبر هؤلاء أنهم استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بصحابته. فلما نزل القرآن بذلك إذا به يخبر عن حال هؤلاء الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا
ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. يعتذر لنفسه ولأصحابه، يقول: نحن ما قصدنا الاستهزاء ولا قصدنا يعني احتقار الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإنما قصدنا بذلك المزح. إنما كنا نخوض ونتحدث حديث نقطع به عناء الطريق، يعني تعب الطريق ومشقة الطريق، كما يقوله بعض الناس اليوم إذا استهزأ بشيء من الدين، يقول: نحن ما قلنا هذا إلا من أجل أن نسلي على أنفسنا ومن أجل أن نمرح بهذا الحديث، ما قصدنا الاحتقار أو الازدراء وما أشبه ذلك. هذا العذر غير مقبول، لأن هذا الرجل قصد هذا الكلام. وأنت ينبغي أن تفرق بين أمرين، بين من قصد الكلام ومن قصد الاحتقار. قصد الكلام يكفي في التحريم، فإن قصد الاحتقار والازدراء كان أبلغ في التحريم، بخلاف من يقول كلمة لا يقصد معناها. كذاك الرجل الذي قال: اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح. هذه كلمة كفر، أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن لما قالها وهو غير قاصد لم يكن عليه إثم. وهؤلاء لما قالوا في الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، قصدوا هذا الكلام، قصدوه وتعمدوا هذه العبارات أن يقولوها، وإن أرادوا بذلك المزح واللعب. لكن يقال: ما دمت قصدت الكلمة فأنت آثم، تستحق الحكم الذي يترتب على هذه الكلمة، وهي الكفر بالله عز وجل. لأن الاستهزاء بدين الله أو بشريعته أو برسوله أو بالصحابة لأجل دينهم، هذا من الكفر بالله عز وجل. ومن ذلك أيضا مثل ما يقول بعض الناس إذا فعل فعلا، يقول: أنا ما قصدت، يعني يفعل فعلا من الأفعال الخاصة بالكفار، كأن يلبس لباسا من لباسهم، فيقول: ما قصدت التشبه. نقول: أنت قصدت هذا الفعل، هذا الفعل نفسه تشبه، فإن قصدت التشبه وتعظيم الكفار كان أبلغ في التحريم، كان ذلك أبلغ في التحريم. نعم. وكمل مثلا: إذا سجد شخص لصنم، يقول: أنا ما سجدت من باب أني أعبده، ولكن من باب احترام هذا المكان. لا ينفع هذا الاعتذار، لأنه قصد صرف العبادة لغير الله، وإن سماها باسم آخر أو بمعنى آخر. نعم. إذن هذا العذر الذي اعتذروا به غير مقبول. لماذا؟ لأنهم لما قصدوا هذه العبارات وتعمدوا التلفظ بها، يكفي في الحكم عليهم بما يستحقون. وإنما يعذر في هذا من كان إيش؟ من كان غير قاصد للفظ، خرجت كلمة على لسانه لم يقصدها. نعم. أو من كان مكرها كما هو معلوم. ولهذا قال الشيخ المؤلف في أواخر كتابه نواقض الإسلام، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والخائف والجاد إلا المكره. الخائف خوفا لا يصل إلى حد الإكراه، فقط يخاف على نفسه أن يؤذى أو أن يحتقر أو أن يسب، هذا لا يكون معذورا. الهازل المازح المستهزئ، الجاد معروف. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه، أي إلى ذلك الرجل الذي قال هذا الكلام هو أصحابه، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رباطها، رباط الناقة، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني الناقة تمشي وهو يجري متعلق برباط الناقة، يريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعذره، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تاب لقبلت توبته.
لو تاب لقبلت توبته، لكن ما أراد أن يتوب، أراد أن يقول إن فعلي هذا ليس بخطأ لأني ما أردت إلا مزحا، نقول بل هو خطأ. نعم، فلم يقبل منه ذلك. قال وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. وهذا الأثر الحديث هذا صحيح عن ابن عمر، وقد أورده الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال الشيخ في مسائل هذا الباب، المسألة الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا أنه كافر، من استهزأ مزح بذلك فإنه يكفر بهذه الألفاظ، لأن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه ينافي تعظيم الله، إن لو كان معظما للدين لما استهزأ به، ولو كان معظما للرسول عليه الصلاة والسلام لما استهزأ به. قال الشيخ الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، فإذا كان هذا في أناس خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مقاتلين قالوها فكفروا بذلك فغيرهم من باب أولى. وقد اختلف المفسرون كما تقدم معنا في نواقض الإسلام، هل هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة صحابة مؤمنين فارتدوا بسبب ذلك، أم أنهم منافقون؟ اختلفوا جمهور المفسرين على أن هؤلاء منافقون أظهروا الإيمان، واستدلوا على ذلك بسباق الآية ولحاقها وسياقها. سباق الآية قال الله سبحانه ولئن سألتهم، نعم قبلها، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم. ولحاقها قال الله سبحانه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. سياق الآية هذا الحال لا يمكن أن يصدر من مؤمن يعظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أجل وأعظم أن يقولوا ذلك. ومن قال من المفسرين أن هؤلاء كانوا مؤمنين مراد أنهم حديثوا عهد بإسلام، لم يكن الإيمان قد رسخ في قلوبهم فقالوا هذا الكلام فارتدوا بسبب ذلك. نعم، وجمهور المفسرين كما سمعت على القول الأول. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال الإمام البغوي رحمه الله يعني عن إيمانكم الذي تظهرونه، فإنه قد ظهرت حقيقته أنكم منافقون فلستم بمؤمنين صادقين. واتفق المفسرون على أن من قال مثل هذا القول أنه يكفر، هذا باتفاق العلماء من المفسرين وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله في المسألة الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. هذا الصحابي عوف بن مالك قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا نميمة؟ ليس بنميمة، بل هذا نصيحة، أراد أن يحذر من بعض الناس ويخبر بحالهم حتى إما أن ينصحهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيتوبوا أو أن يحذر الناس منهم. فالنصيحة ليست بنميمة، إذا رأيت رجلا يفعل سوءا منكرا فتأتي إلى رجل لينصحه أو ليحذر الناس منه إذا كان شره متعدي فلا يكون نميمة. النميمة هي الإفساد بين الناس، نقل الكلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد بينهم وعلى جهة التفريق بينهم وإثارة العداوة والبغضاء بينهم، هذه النميمة، وهي خلاف النصيحة تماما. قال الشيخ من المسائل، وهذه مسألة مهمة، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله أن يتنازل الإنسان عن حق له، عن حق دنيوي، شيء يتعلق بذاته الشخصية يتنازل عنه لله، فهذا العفو يحبه الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
ولكن لا يكون العفو محموداً إلا إذا كان معه إصلاح، إلا إذا كان معه إصلاح، بمعنى أن هذا المخطئ الذي وقع في الخطأ يرجع عن خطئه ويندم ويتحسر، فتعفو عنه من أجل أن يصلح. أما إذا كان عادة هذا الإنسان أنه شرير يحب الشر ويتأذى الناس منه، فمثل هذا لا يستحق العفو، بل لا بد أن يحاسب على فعله، لأنك لو عفوت عنه سيفعل بغيرك مثل ذلك أو أعظم. فإن عرف من حال هذا الإنسان أنه كثير الظلم والأذى والتعدي على الناس فلا يستحق العفو. وأما إذا وقع في هذا الخطأ أو هفى في هذه الهفوة أو الزلة ثم رأيت أن العفو سيكون سبباً في ردعه فهذا أمر جيد. فلهذا قال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. أما الغلظة على أعداء الله، رسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذا الرجل يا رسول الله، يعني يعتذر لأنه استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، شيء يتعلق بحق الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الرجل لم يقصد يعني ذاته فحسب، وإنما أراد ماذا؟ الاستهزأ بالدين، استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لماذا؟ لأنهم حملة الشريعة. نعم. فإذا كان ذلك، فلما كان الأمر كذلك وأنه ما أراد إلا الطعن في الدين وفي حملته، فهذا لا يستحق العفو بل يستحق الغلظة والشدة عليه. ولهذا يقول العلماء إن الطعن في الصالحين والعلماء وأهل السنة إذا كان ذلك من أجل الطعن في شيء يتعلق بهم هم، يعني يسب هذا الرجل لصلاحه واستقامته، يعني هو رجل صالح لكن يسبه لشيء يتعلق بذاته كأن يكون أعور فيستهزئ بعينه أنه أعور مثلا، أو أنه يعني ماذا فيه مرض أو فيه آفة أو ما أشبه ذلك، فهذا السب معصية وفسق ولا يجوز. أما إذا كان يستهزئ به لأجل صلاحه واستقامته وتمسكه بالسنة فهذا كفر، لأنه ليس استهزاء بهذا الشخص بل استهزاء بما يدعو إليه وبما يحمله من السنة والدين والعلم. فإذا استهزأ شخص بشخص لتمسكه بالسنة، فاستهزأ مثلا بإعفاء اللحية أو استهزأ بامرأة للبسها الحجاب الشرعي، استهزأ بحجابها، هذا كفر وردة عن الإسلام. استهزأ بالسواك وهو يعلم أنه سنة، هذا كفر وردة عن الإسلام. نعم. لأنه استهزأ بشيء من الدين لا بالشخص نفسه. نعم. الخامسة قال الشيخ: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، من الاعتذار ما لا ينبغي قبوله، فليس كل من جاء يطلب العفو يستحق أن تعفو عنه، بل من الناس من يستحق أن يؤدب وأن يزجر وأن لا يقبل منه طلب العفو. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الحديث الباب يشبه بابا تقدم معنا في نسبة النعم، وجوب نسبة النعمة إلى الله تعالى. فالإنسان إذا أعطي نعمة فالواجب عليه أن ينسب هذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى، لا ينسبها إلى نفسه ولا إلى أنه أخذها ورثها عن أبيه وما أشبه ذلك. فنسبة النعمة إلى غير الله وجحود فضل الله ينافي كمال التوحيد الواجب. قال مجاهد، أي في تفسير هذه الآية: هذا مالي، هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم. ولئن أذقناه رحمة منا، أعطاه نعمة، من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذه النعمة التي أعطيتها لي، ما مانع قوله هذا لي؟ قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أستحقه وأنا أهل له، أستحقه أحسن من فلان. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب،
أعطيت هذا المال لماذا؟ أو العلم على علم مني بوجوه المكاسب، أنا أهل لذلك لأن عندي ذكاء حسن فهم فاستحققت هذا العلم، وذاك لا يفهم فلا يستحق العلم. نعم، فجعل نفسه أهلا للنعمة، وهذا ينافي شكر الله على النعمة. الواجب أن يقول هذا من فضل الله، ليس بحولي ولا بذكائي ولا بحسن فهمي. فإن قال هذا بذكائي وحسن فهمي وأنا أحق به من ذاك الذي لا يفهم، كان هذا ينافي وجوب شكر الله على النعمة، وهو ينافي كمال التوحيد الواجب. كذلك في الرزق، إذا قال هذا المال أنا أستحقه لأن عندي خبرة باكتساب المال، أعرف كيف أتصرف مع التجارة، كيف أفعل، فينسب النعمة إلى عمله وإلى حسن تدبيره، فينافي كمال التوحيد الواجب. وقال آخرون على علمي على علم من الله أني له أهل، وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، على علم من الله يعني علم الله أني أهل لهذا العلم فأعطاني، أني أهل يعني أني أستحقه وغيري لا يستحقه، يعني جعل أن في نفسي سبب يستوجب به العلم أو المال أو النعمة إلى آخره، هذا ينافي الشكر. الواجب أن ينسب جميع النعمة إلى الله وحده، ويقول أنا لا أستحق شيء إلا أن هذا محض تفضل وامتنان من الله وحده. نعم، قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أي على منزلة استحقها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أبرص في جلده، مريض أصيب بالبرص في الجلد، وأقرع ليس على رأسه شعر، وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. جاءت رواية في صحيح البخاري بلفظ بدا لله أن يبتليهم، بمعنى ظهر، وهذه اللفظة الشاذة لا تصح، أعلها كثير من الحفاظ. ثم إن في متنها نكارة، لأن الله عز وجل لا يجوز وصفه بالبداء، بدا لله أن يفعل، هذا في حق المخلوق الذي يكون جاهل بالشيء ثم عرف معناه أو عرف حقيقته، أما الله تعالى فهو يعلم الشيء قبل أن يقع سبحانه وتعالى. فهي لفظة شاذة في لفظها، منكرة في معناها، شاذة في سندها، منكرة في متنها. فأراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. الناس قدروه يعني كرهوه وصاروا لا يجالسونه، فيقول أريد لونا حسنا وجلدا حسنا ويذهب عني هذا. قال فمسح فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق أحد الرواة. فأعطي ناقة عشراء يعني حامل، وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسح فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة، وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، أنتج الإبل والبقر وولدت الشاة، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، لأن الملك دعا له بالبركة، أراد الله أن يبتليهم. نعم، قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته، بعد زمن من بعد أن مر عليهم زمان جاء إليه هذا الملك في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، أي الأسباب التي بها أتوصل إلى بلدي، ليس عندي مال ولا متاع،
قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أريد بلاغاً أي مالاً أتبلغ به حتى أصل بلدي. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري. طلب بعيراً واحد. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، يعني علي حقوق كثيرة. نعم، قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر. معنى كابر عن كابر يعني أباً عن جد. نعم، فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. الشاهد في هذا واضح، وهو أنهم لم ينسبوا النعمة إلى الله الذي أعطاهم تفضل عليهم، بل نسبوها إلى أنهم أحق بذلك من غيرهم. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. انظر كيف اعترف بالنعمة، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. لا أجهدك يعني لا أشق عليك ولا ألومك إذا أخذت شيء. نعم، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني أنت والأبرص والأقرع، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. والشاهد في الحديث واضح أن الأعمى شكر الله على النعمة ونسب النعمة إلى الله سبحانه، والأقرع والأبرص جحدوا نعمة الله ولم يشكروا الله على هذه النعمة، فرضي الله عن الأعمى وسخط عن الأقرع والأبرص. وفي هذه القصة عبرة وعظة، أن شكر الله على النعمة من أسباب بقاء النعمة وحفظها، وأن هذا من واجبات التوحيد. نقف عند هذا الباب. إلى هنا والحمد لله. قال هل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب هل لا بد من قتله أم يجوز تركه؟ الجواب، هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام ورفع أمره إلى ولي الأمر هل يجب على ولي الأمر قتله بعد أن تاب أم يجوز أن يعفو عنه؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقتل وإن تاب، لأن حق الله عز وجل، لأن من سب الله سبحانه وتعالى إذا سب الله سبحانه وتاب فلا يقتل، إذا سب الله وتاب فلا يقتل، لأن الله قد أخبر أن من تاب يتوب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فليس عندنا أنه قال هذا، هكذا فصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال بعضهم إن ساب الله وساب رسوله عليه الصلاة والسلام يقتلون على أي حال إذا كان قد رفع أمرهم إلى ولي الأمر، لأن مثل هذا زنديق منافق، فإذا تاب لا ندري هل صدق في توبته أم لا. إن كان صادقا فهذا بينه وبين الله عز وجل، كان صادقا بينه وبين الله، لكن ردعا لهذا الفعل والشر العظيم يقتل. نعم، وهل من سب بعض الصحابة يكفر أم لا؟ سب الصحابة رضي الله عنهم على جهة العموم بما يقتضي كفرهم، أو سب أكثرهم بما يقتضي كفرهم أو فسقهم، هذا كفر باتفاق العلماء. إذا سبهم بما يقتضي كفرهم أنهم كفار أو فسقة،
فإن هذا كفر باتفاق العلماء. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من شك في كفر هذا فهو كافر. من شك في كفر هذا فهو كافر، أي ساب الصحابة بما يقتضي كفرهم أو فسقهم. قال: من شك في كفره فهو كافر. ونقل هذا الشيخ ابن عثيمين في شرح اللمعة وأقر على ما قال. أما سب بعضهم أو نفر يسير منهم بما لا يوجب كفرهم ولا فسقهم، بما لا يوجب كفرهم ولا فسقهم، كأن يسب بعضهم بالبخل مثلا، هذا لا يقتضي التكفير ولا التفسيق، هذا يعزر ويؤدب. قال الإمام أحمد: يسجن حتى يموت، يسجن حتى يموت إلا إذا تاب توبة نصوحة. نعم. الرافضة باتفاقهم أنهم يكفرون جمهور الصحابة، يكفرون جمهور الصحابة باتفاقهم، وهذا من أكبر الأسباب في تكفير الرافضة، من أكبر الأسباب في تكفير الرافضة. إلى هنا الحمد لله. نكمل درس النحو. شيخ، ولو أن ولي الأمر رفع إليه هذه المحكمة، رفع إليه أنه من سب الكفر وأطلق سراحه، ماذا على العامة؟ نعم، ولي الأمر قيل له أن من سب الكفر لم يطلق سراحه.